حنختم مثل ما بلشنا مع أفكار الشباب السوري يلي بتحمل دائماً التجدد والإبداع، ورح نتعرف على معسكر الشباب يلي رح يضم مجموعة من الشباب السوري من مختلف المحافظات السورية، ويكون تجربة العيش في مكان مهجور، وبيتضمن مجموعة من المهام والتحديات تتضمن تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. أكيد بصرنا نرحب بروان غازي مؤسسة مركز الشباب، ورودين الحصني مسؤول العلاقات العامة في مركز الشباب. يسعد صباحكم أكيد، وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. روان، بالبداية قبل ما نفوت بتفاصيل المكان المهجور، خلينا نحكي عن مركز الشباب، الفكرة الرئيسية منه وعدد أعضائه، خبرينا أكثر عنه. تماما. هلا البدايه انه نحن اليوم بحاجه بيئه مجتمعيه يقدر الشباب من خلالها يفجر كل طاقاتهم فيها ويقدروا يساعدوا ويساندوا بعض فيها. لهيك كنا عم نفكر اليوم ليش ما بيكون عندنا وزاره شباب، وهو شيء كثير بعيد وشيء كثير ابعد من تفكيرنا او هيك شيء. لهيك بلشنا بفكره بسيطه انه اليوم يكون عندنا مركز، هذا المركز نقدر نخلق فيه جو جديد بروح شبابيه، يقدروا يساندوا بعض ويقدروا يقدموا خبرات وكفاءات لبعض. مركز شباب هو موجود اليوم بمحافظتين، مدينة دمشق وطرطوس. بمدينة دمشق موجود بشارع العابد، وبطرطوس موجود حد الصيدلية العمالية. أكيد رودان، خلينا نحكي عن المعسكر، كم شخص متواجد معكم؟ كيف بتختاروا الأشخاص وكيف بيتم قبولهم؟ عن طريق شو؟ هلا المعسكر تبعنا راح يتضمن 35 مشترك غير الفريق التنظيم تبعنا. راح يتم اقبال المشتركين عن طريقتين، تمام؟ اول شيء يعبوا استبيان على الفيسبوك، في عندهم هالطريقه بفوتوا على الفيسبوك، في استماره بكم سؤال بحلوهم، تمام؟ احنا على حسب استماره بنختار. والطريقه الثانيه ان نربحهم، احنا لسه ما عم نخبر عنها بشكل تام. يعني احنا حنوزع بطاقات تدخل مجانيه على المعسكر بدمشق، بكافة أنحاء دمشق تقريبا. راح ننزل عنا هنتات إنه أنتم مثلا بهذا المكان فيكم تلاقوا هيك شيء، بدنا نروح هون المشتركين دوروا عليها، وإذا لقوا اللي بيلاقيها بيطلع معنا فور فري. تمام، حلوة الفكرة. فهو هي الفكرة إنه نحن عم نعمل إنه مثل طريقة استبيان، طريقة إنه واحد يربح معنا فور فري. نعم. يعني اليوم عم نحكي عن فكرة جدا مميزة، الشباب اليوم عندهم فضول لهي الحياة، يمكن بعيدة شوي عن صخب المدينة، لكن إذا بدنا نحكي شوي عن الفائدة المجتمعية والنفسية للأشخاص المشاركين شو حتكون؟ تمام. هلا نحن بمعسكرنا غير نحن الألغاز والألعاب اللي نحن عاملين لنا إياهم، نحن عاملين لهم شيء ريادة أعمال. المشتركين عنا حيتدربوا على انه ينشئوا الستارت اب تبعهم الخاص فيهم. شو يعني؟ يعني نحن في عنا فقرتين بالمعسكر، فقره الصباحيه والفقره المسائيه. بالفقره الصباحيه رحنا حندربهم على انشاء الستارت اب، حتكون الكوتش تبعنا هي روان، حتدربهم هذا الموضوع. رح يكون في وقت تقريبا خلال ساعه ساعه ونص رح ينال تدريبات التامه عليها، وفي كمان يعني مثل العاب صغيره مشان انه يحفزهم على هذا الموضوع. اكيد. روان، حتروحوا على منطقه القدموس، احكي لنا شو الفعاليات اللي حتقوموا فيها وشو هي المهارات اللي حيقدروا يكتسبوها الشباب معكم؟ هلا بصراحه كوني شخص بدرس بزنس ادمنستريشن، فانا اليوم بعاني من كثير اساس تقليديه او نظريه بحياتي بالجامعه. اليوم حبينا ناخذ الاشخاص على معسكر تدريبي موجود بمدينه القدموس ليجربوا اليوم شويه رياده الاعمال كيف تتطبع على الارض، من خلال تشالنج رح يكون عن طريق مسلسل لكاسا. رح يحسوا حالهم عن جد حيصير في مغامرات، حيفوتوا عالم، رح يطلع عالم، يمكن يربحوا مصاري، يمكن يطلع بدون المصاري، ففي كثير قصص حيطبقوها. هلا شو رح يصير؟ في كثير مفاجآت، انا بتمنى انه اليوم يشوفونا على السوشيال ميديا شو رح يصير، واكيد رح نطلع لايف بكل الاحداث. بس امتى؟ خلينا نعرف امتى الوقت وامتى العالم حينضموا لكم وكيف المشاركه معكم حتكون؟ يعني تماما، نحن اوريدي هلا عم نستقبل طلبات المشاركين، عم يكون في انترفيو بسيطه مع مشرف المخيم يلي هو رودين، واكيد فارس جاروس يلي هنا مستلمين البوت كامب كاملا. بدي اذكر انه هو كمان برعايه وزاره البيئه يلي احتضنت المشروع. دكتور احمد، شكرا كثير طبعا على هذا الشيء. هو 28 29 و30 الشهر. نحن هلا يعني ما يقارب 300 شخص على الابلكيشن، فنحن يعني بودنا نختار كل العالم، بس هو العدد او التارجت يلي اخترناه. شو المعيار روان لقبولهم؟ يعني 300 طلب يمكن هو عدد كثير كبير، شو هو المعيار يلي بدكم تختاروا الاشخاص من خلاله؟ هلا في كذا معيار تطرقنا له. اول شيء الشخص ما يكون مجرب قبل هلا تخييم، يطلع اول مره بالتخييم لانه في اشخاص اخذت فرصتها قبل هلا. الشغله الثانيه يكون عنده خبره اوليه او بسيطه عن رياده الاعمال. والشغلة الثالثة يكون بيقدر يتحمل كل الصعوبات اللي حتواجه جوات المعسكر ليقدر يربح المصاري.
تمام، خلينا نحكي إن 300 شخص، كم شخص حتختاروا منهم؟ 35 شخص حيكون 35 من ال 300، والله رقم. والأعمار، في أعمار معينة؟ هلا الأعمار تتراوح من 20 ل 28 سنة، خلينا يعني نحكي أكيد طلاب في الجامعة مشاركات أكثر. من المحافظات السورية، من كل المحافظات. في كذا محافظة غير دمشق، في عنا طرطوس، وفي هلا عم نحاول إنه نوصل لحلب. تمام، يطلعون معنا. هلا في شغلة حلوة صارت معنا، في حدا من العراق دقلنا قالنا يمكن هو كتير متابع فيلم لاكاسا او مهووس فيه، فخبرنا انه اذا بيقدر ينزل على الشام ليقدر يحضر هذا الشيء. صراحة هي شيء مشجع انه عم يصير معنا عنا بالبلد هيك قصص او هيك فعاليات تجمع كل المحافظات في مكان واحد. كتير حلو. اكيد اليوم عم نحكي يمكن عن تجارب مركز الشباب، خبرونا اكثر عن التجارب القديمه كيف كانت، هل هي تجربه جديده او سبق وقدرتوا تعملوا ان كان تخييم بطريقه ثانيه او بشكل ثاني؟ صراحة نحن ما عملنا تخييم، نحن كل توجهنا عم يكون بفعاليات، وهي الفعاليات بتنتهي مع الوقت لتطلع فعاليات ثانية جديدة. هلا كان عندنا تجربة مع شباب البلد أكيد، وخبرناكم عنها، كنتوا موجودين معنا بمهرجان شام تجمعنا. كان عندنا فعاليات مع الاس او اس، وهلا في عندنا فعاليه ضخمه عم تتحضر لاطفال السرطان، بس بطريقه كمان رياضيه ومختلفه، كمان حنعرف عنها اكيد. طيب اذا بدك فينا نحكي عنها، شو هي الطريقه الجديده اللي حتقوموا فيها كمان، ونحكي شو هي كمان مشاريع. لا نحن ما فينا نحكي عنها لانه هي عم نرسم مفاجاه، وكمان هي بدعم حدا كثير مهم موجود عندنا بسوريا، ف طلب منا ما نحكي عنها شيء. تمام، حنتحفظ فيها، بس اكيد حتشوف البروشورات عم تنتشر بالطريق، وهي ما حتكون محاضرات توعويه ولا حتكون لها علاقه بكيف نثقف العالم عن هذا المرض، رح تكون يعني شيء مختلف، شيء جديد. هلا احنا عم نحاول انا وسمار نعرف شو هو الشيء الجديد والشيء المختلف، لكن رح كمان نصبر شوي لانه ما نكون حابين تحكوا او في تعليمات معينه بهذا الشيء. بس اذا بدنا نحكي بشكل عام، رودين وروان، اليوم دايما بتشوفوا همه الشباب لهي الفعاليات، ان كان يلي بتتضمن العاب، يلي بتتضمن تخييم، ترفيه، او فعلا اللي بتتجه لشرائح بحاجه للدعم كمرضى السرطان وغيرهم. طبعا هلا احنا فعالياتنا اللي كنا نعملها كانت فعاليات فينا نقول ثقافية. نعم، لحنا انه نعمل شيء انه في تسلاية او في شيء الغاز وحل انه العاب، هذا الشيء يمكن نحن اول مرة بنعمله. تمام، انه بهالطريقة، فهذا الشيء جذب كتير انتباه العالم وكتير حبوا اللي احنا عم نساويه. هن متعودين علينا انه نحن بإيفنتات ثقافية، فلما طلعنا بهذا الإيفنت كتير عمل ضجة كبيرة لانه شيء جديد وشيء جديد منا، وكمان فكرة كتير حلوة لكاسل ما كنا بنعرف مسلسل، انه جذب انتباه منيح من الشعب. فعلا فكرته حلوة عن جد، فعلا يعني مشجع انه الواحد يروح، مشان هيك 300 طلب اكيد حيلاقوا هذا الشيء. بنتشكركم لوجودكم معنا، وبنتمنى لكم اكيد التوفيق. شكرا ان شاء الله. شكرا روان وردين، شكرا مرة ثانية، وناطرين يمكن النتائج وناطرين الفعالية اللي ما قبلتوا تحكوا عنها، ورح تخبرونا تحت الهواء عنها. شكرا لكم.